مئات الطلاب في مدرسه الريحانيه الابتدائيه بحي المنتظر في قضاء الكوت مهددون في اي لحظه بالموت تحت جدران وسقوف مدرستهم التي لم تعد تتحمل سوء بنيتها الاساسيه حيث بنيت على عجل من دون الالتزام باقل متطلبات سلامه البناء المدرسي لاحظنا عدة نقاط وأمور وانتهاكات سلبية كبيرة تهدد حياة التلاميذ منها المدرسة شيدت من تبرعات الأهالي ذو الدخل المحدود ولم تتدخل الدولة في ببناء المدرسة وهذه سابقة خطيرة المدرسة غير مدروجة من ضمن الأبنية المدرسية مدرسة بناء بسيط بناء عشوائي شيدت من قبل الأهالي لم تشيد من جهة رسمية وهذه سابقة خطيرة وبالرغم من المناشدات والرسائل والتحذيرات الكثيره التي ارسلت للجهات الحكوميه المسؤوله للنظر في وضع المدرسه الايله للسقوط الا ان ايا من هذه الجهات لم تتحرك قيد انمله لحل مشكله هذه المدرسه التي يمكن ان تتسبب بكارثه كبيره في اي لحظه عندي ملف كامل بالمدرسه من مذكرات ومخاطبات للتربيه لمدير عام تربيه واسط وتحويلها الى الابنيه المدرسيه لكن المشكله انه المدرسه من مدارس البناء العشوائي غير مسجله رسميا في التربيه صح مسجله بالتخطيط كاعداد تلاميذ واجراءات رسميه بها وملاك بها لكن هي ارضها غير رسميه من من المناطق البناء العشوائي تابعه للبلديه والى ان تستفيق الجهات الحكوميه من غفوتها التي طالت يبقى طلاب مدرسه الريحانيه الابتدائيه في قضاء الكوت الذين يتشابهون في اوضاعهم مع طلاب الكثير من المدارس في محافظه واسط ضحايا لفساد حكومي يتفاقم ومن فك ينخر بنيه العراق واساساته